هذا هذه الجهة الفص الصدغي من الدماغ الجهة اليمنى. هذا الفين يسمى فين اوف لابي. الفين هذا او الوريد هذا وريد جدا مهم. هذا زي ماسورة الصرف الصحي اكرمكم الله، لو انسدت يطفح البيت. هنا لو انسد هذا الوريد او اذيناه في الجراحة لا قدر الله يصير عند المريض ريتنشن، يعني ينتفخ الراس بسبب الدم والاشياء هذه، فمهم جدا ان نحافظ عليه. الورم خلفه، هذه المنطقة كلها اللي في الخلف عميق هو الورم، فاحنا يا من قدامه يا من خلفه، فحنيجي من خلفه من هنا فتحنا فتحة صغيرة، هذا هو الورم. الورم جوا عميق جدا، فحندخله الآن بالمايكروسكوب هذه الفتحة عشان نصل للورم. يلا الحمد لله، الآن فضل الله سبحانه وتعالى شلنا الورم الحمد لله. هذه الفتحة الصغيرة، الورم كبير جدا داخل كله خلف الجدران هذه، ولكن حبينا ما نعذي كثير لأنه هذا يعتبر دماغ طبيعي، فدخلنا من فتحة صغيرة. هذا اللي كلمتكم عنه الفين دو لابي اللي هو وريد لابي. لابي هذا واحد من أكبر الأوردة في الدماغ، وهو وريد مهم، فما حبينا نأذيه فأيضا تركناه في حاله وجينا من خلفه ودخلنا ووصلنا الحمد لله تقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل شيء قدامنا شفناه شلناه. الورم جدا عميق وجدا كبير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء يا رب العالمين. هذا طبعا القطن في النهاية نشيله، شيله زي كذا طلعه من جوا. لما تشوفه ترى كبيرة جدا المنطقة من جوا، كبيرة جدا. طبعا الدماغ رجع كمش، رجع كمش لأنه كان منتفخ، هذا كان مرة طالع على برا، بعد رجع سبحان الله كمش الآن لأنه ارتاح كثيرا الدماغ الحمد لله. It's okay. ايش اخبارك؟ طيبة؟ كيف امورك؟ حركي لي يدك اشوف، يدك هذه واليمين، حركي لي يدك اليمين اشوف، ارفعيها. ايش اخبارك؟ هذه اليمين، انا اسف انا اللي بخبط يمين من يسار، اليسار يدك اليسار هذه ممتازة، والرجلين حركيها، حرك الرجلين هذه شوفها ما شاء الله تبارك الله، والرجل اليسار هذه اليمين واليسار حركيها ممتاز. كيف حالك بعد العملية؟ كويسة؟ شوفها ما شاء الله. بسمع صوتك قولي. اي بس راسي يعورني يعني من العملية. براسك يعورك طبيعي عشان سويناك. اي اكيد يروح ان شاء الله. يروح ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. بسمع صوتك. صلى الله عليه وسلم عليك الصحة والعافية.